بدنا نروح هلا نشوف الاحتفالات اكيد اللي صارت في معان بمناسبه عيد ميلاد جلاله الملك عبد الله الثاني الله يحفظه ويرعاه، وتحياتنا اكيد لزميلنا رعد عوجان. جاء المهرجان الاحتفالي الكبير والذي رعاه مندوبا عن مدير الامن العام العميد عمار القضاء قائد أمن إقليم الجنوب بحضور محافظ معان ومدير شرطتها منظما يعكس مدى حب وولاء أبناء محافظة معان للقيادة الهاشمية الحكيمة. وألقيت في المهرجان كلمات وقصائد شعرية رفعت من خلالها أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده السعيد. نقول في هذه المناسبة بطاقة معايدة إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، نقول له كل عام وأنتم بخير وأدام الله عزك وملكك ومتعك بموفور الصحة والعافية. باسم معان وباسم محافظة معان نتقدم بأطيب التهاني والتباريك إلى مقام صاحب الجلالة، الله نسأل أن يحفظ هذا الوطن أمنا وسلاما ويحفظ جلالته. فيما قدم فصيل الرد السريع في مديرية شرطة معان عروض دللت على المهنية والحرفية الكبيرة لنشام هذا الجهاز. في الواقع هذا يوم كبير جدا، يوم تاريخي، يوم نتوسم به كل الخير للشباب وفي الجامعات خاصة وأننا يعني جامعة أسسها جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني بن حسين أعز الله ملكه. جمعية العهد والولاء الخيري إنها تشارك الوطن والملك بعيد ميلاده 57، فبالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية، وكل عام وأنتم خير يا قائد البلاد، والله يديم علينا الأمن والأمان إن شاء الله.